كيف نشفى من حب تونس؟ ميثاق التنمية المحلية هو نموذج تشاركي يتبنى على رؤية يشارك في صياغتها كل الفاعلين من المستوى المحلي والجهوي، خاطر نحتاج لنموذج تنمية جديد ينطلق من المستوى المحلي للوطني ويثمن مقاومات الجهاد وياخذ باحتياجاتها بعين الاعتبار. ميثاق هذا أنتجناه بعد سلسلة كبيرة من الورشات التكوينية والورشات التشاركية وحتى الزيارات الميدانية، واعتمدنا في ذلك تشخيص التنمية المحلية والترابية الموجهة باش ندفعوا بالمبادرة الخاصة. والهدف من العملية هذه هو خلق نواة من المشاركين اللي عندهم جملة من المعارف. طرق التشخيص اللي اعتمدناها كانت حسب خصوصيات كل منطقة خدم عليها المشروع، والعمل على سلاسل القيم التفاعلية وترتيب الأولويات باش نحدوا رؤية لكل منطقة ونحدوا زيادة الرهانات والأهداف متاعنا اللي مكننا من صياغة ميثاق التنمية المحلية. قمنا زيادة بزيارات ميدانية ولقاءات مع مختلف الفاعلين المحليين والجهويين في جهات المشروع باش ندفعوا أكثر على واقع الاستثمارات والتنمية داخل المناطق والعوائق زيادة اللي تعترض المبادرات الخاصة. موجودة مشاريع، موجودة مشاريع نيمو للتنمية القطاع السد البحري. بونجور مسيور برمدا، خدمنا مع الحواجز البحر، كنا نتوقعوا على مشروع كبير على الكوجيبيكت. كيف كيف بونجور مسيور برمدا ما مقدمش البلوس اجتماعيا، ثم عزوف كبير ولا عزوف كبير، علاش المردودية نقص. نحن نمثلوا نسبة كبيرة من المنطقة السقوية اللي هي 14000 هكتار سقوي، وهذه قطاع زيتين ومشمش. لذا كان ما ثماش حلول عاجلة من طرقات من هذه تشجيع معنا الشركات التعاونية هذه كما هك، راهو قطاع مش يمشي معنا نحو الاندثار، خطر الفلاح مش يمل. ها توا نحن عنا يمكن نسبة 20% نحو مشمش مرة، ولكن هك تشوف الانتاج لو كل 20% ذوك ما نحوش شي يصير. وانتي كي تقول قربة تقول لافي دي كات غوش، وكذلك زاد عنا توابل في قربة. يتبارك الله مدينة تزخر برشا خيرات، صحيح اللي يتبارك الله هي الانتاج في قربة وفير ما نقوله، أما مازال ما يوصلش للمستوى المطلوب أنه يحقق الاكتفاء الذاتي، خاطر عنا برشا حاجة برشا نواقص في الميدان. نقصنا تطير، نقصنا يد عاملة كفاءة في اليد العاملة، وصرتو نقصنا في المشاتل في البذور وفي السموس اللوكال متاعنا، بدي شيئا فشيئا قاعد يندثر، وكل قاعدين يمشيوا للمشاتل الجديدة والمشاتل اللي هي منفعت عدي اللي هي موديفية جينيتيكمون. تطور الدولة كان من الدولة ولا حتى من الخواص يحاولوا يشجعوا الشباب، خاصة الشباب اللي احنا عنا مشكلة البطالة اللي مستفحلة بين الشباب، خاصة الشباب الحاملية الشهيد العليا. علاش ليه ما يتوفروا لهمش برشا معناها مشاريع وأفكار للمشاريع وتشجيعات سيرتو باش يخدموا في المجال هذايا، خاطر احنا بلاد فلاحيه، مهما عملنا ومهما مشينا في المجالات الاخرين نقضوا فلاح، معناها يلزمنا نرجع لاصلنا. نحن في بعرك البنايا اللي يهبط على الحجر يذوب، اللي رجليهم محفايا واللي تعبوا من المكتوب. نحلف بمين البحارة بالشمس والريح والسحاب، نحلف بالموجة الغدارة لا لا على حبك منتوب. ورشات التشاركية أنجت لنا ميثاق التنمية المحلية إلى تم رجعته بعد العديد من الورشات
حضروا فيه خبراء في التنمية المحلية والاقتصادية وممثلين من جهات مدنين وقروان ونابل. الهدف منه هو استرجاع مراجعة المواثيق الثلاثة في إطار جلسات الخبراء بشتوفة بمصادقة على المحتوى المواثيق بعد التعديلات الضرورية. في المرحلة الثانية من المشروع بدأت رحلة مرحلة الحوارات الجهوية كفرصة للتسويق للرؤية التنموية التشاركية المنبثقة عن ميثاق التنمية المحلية. الهدف من الحوارات الجهوية هذه الكل هو عرض وتقديم ميثاق التنمية المحلية وتمكين المشاركين من أدوات محاورة وتحفيز الفاعلين على تبني الوثيقة والعمل على نشرها وتطبيق مخرجاتها وتفعيل دور القطاع الخاص بالشراكة مع الفاعلين المحليين في المشاركة في صناعة القرار فيما يخص البرامج التنموية المستقبلية، بالإضافة إلى صياغة رسالة لتسويق للميثاق على المستوى الجهوي. مع انتهاء مرحلة التشاور انطلق مشروع ريادة 2 في مرحلة جني ثمار للمرحلة السابقة من المشروع وهي القرار المشترك. قمنا فيه بملتقيات جهوية حول وضع آليات متابعة وتقييم لتنزيل محاور ميثاق التنمية المحلية في الجهات الثلاثة. في المرحلة الأخيرة من مشروع ريادة 2 تمكن فريق المشروع بمساهمة ممثلين عن الائتلافات من إجراء لقاءات مع مختلف الفاعلين وصناع القرار على المستوى المركزي بتقديم مخرجات المشروع والرؤية التنموية المنبثقة من ميثاق التنمية للجهات مع تقديم توصيات عملية لصناعة القرار للأخذ بها في رسم الاستراتيجيات التنمية والاعتماد بالمنهجية التشاركية لمشروع ريادة في بناء أسس نموذج جديد للتنمية المحلية والجهوية.